نرحب بقناة الموصلية بالاهتمام بتغطية أخبار الكليات في جامعة الموصل. طبعا احنا نعرفكم انه احنا جاء كلية علوم حاسوب الرياضيات في جامعة الموصل. اللي نريد نقوله انه الكلية مالنا الحمد لله بدأت العام الدراسي كما مخطط له من قبل الوزارة في يعني بالتواريخ المحددة، وبدأ الأساتذة وبإلقاء المحاضرات، وأيضا الطلبة الالتزام بالحضور، ويعني منا كافة الاستعدادات لبداية العام الدراسي الجديد بالنسبة للمراحل الثاني الثالث والرابع. بالنسبة للطلبة الجدد بعد ظهور نتائج القبول أيضا شكلنا لجنة لاستقبال الطلبة وتهيئة كافة الأمور وتسهيلها يعني تسهيل عملية تسجيل الطلاب وتوزيعهم على الأقسام. وبالمناسبة يعني الكلية بها 5 أقسام: قسم هندسة البرمجيات، قسم علوم الحاسوب، وقسم الرياضيات، وقسم الإحصاء والمعلوماتية، وقسم بحوث عمليات. تم استقبال ما يقارب 480 طالب، يعني وزعوا على الأقسام حسب معدلاتهم، وتم يعني إجراء عملية تسجيل، وإحنا ماضين والحمد لله بعملية التسجيل. الخبر المفرح أنه الكلية مالنا أيضا شملت بحملة الإعمار، بالرغم من أنه يعني إحنا الحقيقة يعني مع بداية العام الدراسي والتهيؤ واتخاذ كافة الاستعدادات، إلا أنه أيضا قمنا بتهيئة كل مستلزمات لبدء وإنجاح عملية الإعمار.